الحقيقيين استطاعوا انه يحققوا يعني جزء من يخاطبوا وجدان وهموم القضيه الوطنيه لجنوب السودان. لا ننسى في الاساس رايت من رواد هذا الاتجاه وذو القامه مثل الشهيد الراحل جوزيف قرنج وكتابه مزهرة المثقف في جنوب السودان. هو ده استطلاع مبكر ونقاش جاد حول قضيه مستقبل القضيه السياسيه لجنوب السودان بين التيارات الفكريه المتعدده. مهم ننسى برضو الجيال الاولى زي ناس هيلاري بول وغالي اول ناس تخرجوا في الجامعات الامريكيه، تعبان لليون اول طالب افريقي في الجامعات الامريكيه يعني في فترات مبكره جدا. ظهرت اصوات نسويه ايضا يعني بكتابات متباينه وان كانت جزء منها اختصر المجال الابداعي ومنها واحده من الرائدات في كتابه المراه الابداعيه أغنيس بوني لاكو او أغنيس لوكودو اللي حاليا يعني ضلت طريقه نحو السياسه بطريقه او باخرى في السودان ناو. قصص زي الربيبه اشخاص مثل تيمياك برضه استطاعوا ان يساهموا اسهام كبير في مجال كتابه صحفيه والقصه القصيره. دونوا اسمهم بعد ذلك جاءت اجيال جديده من خلال البحوث ودراساتهم وفي ناس عملوا مذكرات مثال جوزيف لاكو وأبل اليار هو وثق تجربته برضو دي تجارب اسمها سيرة ذاتية أدب الكتابة بتاع سيرة ذاتية. وهناك كتابات يعني هي كانت ذات طابع علمي تحليلي زي النموذج بتاع فرانسيس دينج وزي الدكتور جون جاي نيوت. جون جاي نيوت جيل جديد في الكتابة ومنهج جديد في التصور وزول زي لازاروس موت اللي استطاع أنه يأسس لأسلوب مدرسة تاريخية في الكتابة في جنوب السودان ابتداء من كتابته المتفرده في بحث تخرجه في جامعه الخرطوم اللي هو النضالات الدينكا ومقاومه الحكم الثنائي. كانت واحده من الاشكال المبكره من الكتابات الابداعيه. ده جيل تالي لاجيال الرحاله والمكتشفين. واحنا بنتكلم عن الجيل حقيقه انه في ناس كثيرين يعني في اسماء انت ذكرتها يعني في ناس ما عارفه انه هو حقيقه في كتاب وبنشوف انه في غياب تام للمراه في الساحه بتاعت الكتابة. تفتكر شنو الأسباب اللي خلت عدم وجود المرأة في الساحة بكتاباتها برضو؟ المرأة في جنوب السودان دائما هي أسيرة وضحية للتطور الاجتماعي وأيضا هناك عوامل كثيرة ممكن أن نضع في الحسبان. عامل الحرب هو مدمر وواحدة من الأشكال اللي بتساهم في تخلف المجتمعات وتراجع أدوارها، إضافة إلى أنه متى ما كانت هناك حرب متى ما كان التطور الاجتماعي هناك قدامه عوائق ما بيحصل يعني تطور بوتيرة متسارعة طبيعية. لذلك تلقى انه المراه هي اسيره التقاليد اسيره النمط الاجتماعي السائد في المجتمع والحياه اللي بترسم دور محدد للمراه هو من الدور الانجابي والدور البيولوجي والدور انه ما بتلعب ادوار كبيره في المجتمع. في مراحل استطاعت نساء بمقاومه ونضالات مبكره انه يقودوا حركة تغيير كبيرة. هذه الحركة بتاعت التغيير ارتبطت بالتعليم برضو التعليم نسبة متدنية ونحن نتكلم الآن وإحصائيات اليونسكو بتقول إنه جنوب السودان هو نسبة تعليم المرأة فيه 1% يعني أدنى نسبة لتعليم المرأة في على المستوى العالمي. أوكي يا أستاذة في الكتابات أين فعالية المثقفين في كتاباتهم؟ المثقف الجنوبي هو سؤال قديم متجدد زي ما قلت بيرجع بينا في حقب مبكرة في الستينيات والسبعينات القرن الماضي عندما طرح السؤال زول زي جوزيف قرنج قلت وقت ده كان في نمو لتيار اشتراكي بينظر لمزرعة المثقف بانه هو بيساهم في الادوار السياسيه. في جنوب السودان كان هناك دور واضح للمثقف استطاع ان يلعب فيه حركه الكفاح السلمي عبر تاسيس المؤسسات السياسيه من الجامعات والحياه السياسيه بدايه بالاحزاب في مطلع الخمسينيات حزب زي الحزب الفدرالي حزب الاحرار ديل كانوا هم جيل من المثقفين والمتعلمين وخريجي الجامعات. استطاعوا كذلك انه ينشغلوا بمعطيات النضال وشواغل القضايا الوطنيه وكتاباتهم كانت تنحصر في وضع برامج ورسم معالم مشروعات السياسيه للاحزاب التي كانوا فيها لتعريف قضيه جنوب السودان انذاك. عشان كده ازدهرت حركه سياسيه متباينه الاطراف في جنوب السودان وقادها مثقفين زي ناس ازبوني منديري وناس زي هيلاري بولو غالي وسترلينو اللاهوري واسماء كثيره هم كانوا مثقفين. وفي كتابات ظلت برضو ما لقت نوع من النشر وضاعت يعني في كلام حول كتابه قاميه سترلينو اللاهوري حول مزرعة جنوب السودان. دي نقطه حنرجع لها الصحفي استاذ تيم بمناسبه انه في ناس هم يعني لعدم النشر ما ظهر لهم كتاباتهم. برضو عايزين نرجع ونتكلم عن الكتاب اللي ظهروا على الساحه وبعد ذلك اختفوا عن ساحه الكتابه، شنو الاسباب؟
الأسباب هي متعددة، لأنه زي ما ذكرت قبلك الذين أتيحت لهم فرصة في أنه كتاباتهم تجد النور لدور النشر هو الناس اللي قدروا يمشوا في دراساتهم الأكاديمية لمرحلة الدكتوراه وما بعد الدكتوراه، ويشتغلوا في منظمات ومؤسسات دولية وتحت لهم فرص أنه يجدوا حظ من النشر. وفي هذا الإطار بنلقى أسماء مبكرة زي قلت تابان لوليونغ. تابان لوليونغ يعني أنا بفتكر أنه واحد من وده اللي بيسموه في الكتابة الأدبية لشرق أفريقيا بيسموه الميد وايف أوف ذا أفريكان ليترشر القابلة ليه ليه. إذا لاحظت كل الكتابات وكل الكتاب الأفارقة طلعوا في مجال الكتابة الرواية تابان لوليونغ هو كان الرائد وكان بيعرف بهم ناس زي جوجي واسينغوا، ناس زي وول سوينكا، ناس زي تشينو أتشيبي، كان بيعرفهم تابان لوليونغ لدور النشر وللفعاليات. أيضا زول زي فرانسيس دينغ أتيحت له فرصة زي ما قلت أنه هو عمل دراسات في القانون وفي الأنثروبولوجيا وفي قضايا المتعلقة بالصراع الثقافي في السودان وقضية أبي على وجه التحديد لقى حظ من النشر. وزول زي أبي الأليار مولانا أبي الأليار مع مطبعة إساكا بحث زمالة استطاع أن يقدم رصد كامل لتجربة اتفاقية أدي سببا، هذا الرصد يكمل له كتابة جوزيف لاغو في تدوينه لسنوات النضال والكفاح والحرب وإدارة الدولة في جنوب السودان. أيضا كانت دي تراكمات إيجابية قدرنا من خلال نشوف أنه في كتابات وفي مكتبة. بعد ذلك في ناس يوثقوا لتجربة زي بيتر دوغ نياب، بروفيسور بيتر دوغ نياب إلى جانب تخصصه الأكاديمي استطاع أن يقدم دراسة متميزة. حازن الجوائز وبعد ذلك غابوا عن الساحة غابوا عن الساحة لأنه كتاباتهم كانت مربوطة بتدوين أحداث وتوثيق تاريخ السياسي لجنوب السودان، بيشوفوا انه هم جزء من المطالب الكفاح عندهم البندقيه والكتابه والتفكير النقدي وتقديم وتعريف قضيه جنوب السودان للمحافل سيما الدوليه وسيما العالميه، عشان كده قدرت تكون قضيه جنوب السودان تنال حظ من التناول والدراسه لانه في كتابات موازيه مع تجربة النضال والكفاح. يا حقيقة كده أستاذ أدم حنقف هنا، وحقيقة حنطلع فاصل مشاهدينا نشوف الإفادة ونجي راجعين ثاني نواصل حوارنا في مساء الخير جنوب السودان. كويس. أزمة المثقف الجنوبي يمكن نسميه إنه دي مشكلة كبيرة بتاع يعني بوا الدولة، وفيها ثلاث حاجات أساسية ممكن نسميها ظروف. الظرف الأول هي ظرف طبيعي جدا متعلق بالبيئة بتاعت العمل، وده بيخلينا نعرف إنه المثقف الجنوبي قدر يهاجر للخارج. ممكن نسميها برضو حجر العقول، لانه المثقف ما يلقى بيئة مهيئة بيئة يعني يمكن يمارس افكار بتاعه، ممكن يلقى فيه الزول يتقبل الفكرة ده، ممكن يساهم بقدر امكان من الافكار عنده، بيبقى بيهاجر. الناس اللي هاجروا للبرة دي الناس على قدر عالي من التعليم وعلى قدر عالي من الدرجة التعليمية، سواء كان يتعلموا من الداخل بعدك هاجروا أو هاجروا يتعلموا خارجيا ما قدروا يرجعوا للدولة. دي واحدة من الظروف ممكن نسميها ظروف طبيعية. حاليا في كمية هائلة جدا من الناس مثقفين جنوبيين قاعدين في دول المحجر في أوروبا، في أمريكا الشمالية، في آسيا، حتى في الشرق الأوسط في ناس قاعدين. دي واحدة من المشاكل. المشاكل الحاجة الثانية متعلقة بالظروف الطبيعية، الظرف السياسي. في جنوب السودان تلقى إنه المثقف دائما بيميل للعمل السياسي أكثر من كونه عمل ثقافي بحت. بمعنى آخر بنلقى إنه المثقف الجنوبي قدر ما يتحصل لدرجة عالية من التعليم بيلقى نفسه هو يعني في بيئة سياسية معقدة، وبيضطر إنه يخش بمحاضراته. الشيء الثاني يكون مفروض على هو ذا يراقب إنه يشتغل عمل سياسي، لأنه مدخل للثراء، مدخل للحيز الاجتماعي، مدخل لحاجات كثيرة جدا. فبالتالي الدور بتاعه كمثقف بيكون غايب جدا. ولاحظنا في جنوب السودان في ناس مثقفين جدا وعلى قدر عالي من الثقافة، وهم حاليا وزراء بقوا مغايرين إنه يقدم حاجة للمجتمع ويقدم حاجة الأفكار اللي عندهم يقدر يسهم بها، سواء كان عن طريق الكتابة أو عن طريق بتاعة
بتاعت البحوث أو عن طريق العمل المباشر عبر المنتديات والندوات وكده، دي بقى غايب تماما. دي نموذج قاعد موجود في جنوب السودان. الحاجة الثالثة هو عدم وجود بتاعت منظمات ثقافية، أو ممكن نسميه إنه البنية الأساسية للعمل بتاع الإنسان المثقف في جنوب السودان، ده ما موجود. ما في مسارح، مسرح للتمثيل، ما في أندية ثقافية، ما في مراكز ثقافية للبحوث الثقافية برضو الاجتماعية، حاجات دي كتير ما فيش. دي واحدة من المشاكل الموجودة. ده برضو عندها علاقة بظرف معين، إنه جنوب السودان في قبل فترة من الفترات كان فيها حرب، والحرب ده قدر يحجم حاجات كثيرة من الجنوبيين تحديدا. الناس كتار يتعلموا لكن ما قدروا يأسسوا لمؤسسات ثقافية لإقلال الإمكانيات، وما قدروا برضو يلقوا ناس يقيفوا معهم، لأن المجتمع السوداني أصلا كان قائم على الإقصاء الثقافي، كان قائم على التحميش الثقافي، وبالتالي الدور بتاع المثقف الجنوبي محصور في حته محدده. حتى لما كان السودان واحد ما كان في مساحه لانه المثقفين الجنوبيين يبرز المواهب اللي عندهم بطريقه المرغوب، لان وسائل الاعلام اللي كانت متاحه ما كانت تسمح لانه يقدر يتحركوا. حاليا بقى الدول جنوب السودان بقى دوله مستقله، الحاجات دي بقى غايبه تماما. ممكن له علاقه برضه بالوضع الجنوبي قاعد فيه كدوله، لقلة الإمكانيات ولقلة الموارد برضو والخبرات اللي ممكن الناس تسنع له، لأن الحجور أصلا هاجرت بقى ما في الناس يمكن يقوم بالكلام ده. دي حاجات أساسية خلت إنه المثقف الجنوبي دور بتاعه يغيب في جنوب السودان. لو رجعنا للحلول اللي ممكن الناس ترجع لها كحاجات معالجات للمشكلة دي، في إمكانية إنه الدولة حالياً تبدأ باستقطاب العقول الهاجرة للخارج عشان يرجعوا للداخل، وده ما بيجي ساكن بطريق بتاع وضع خطة معينة إنه الناس ترجع كيف، وده بيسحب تماماً إنه الدولة تبدأ حالياً. وأنا بعاني من كلام وزارة الثقافة تحديداً إنه يبدأ يأسس لأندية ومراكز بتاعت بحوث اجتماعية وثقافية عشان الناس يرجعوا ويجي يساهموا بالحاجة المطلوب. بالمقابل برضو الناس المثقف الجنوبي انه لازم يفهم انه السياسه ده شيء، والعمل الفكري والثقافي شيء اخر. لما يبدا يخلط بالحاجتين ده طوال الدور بتاعه بيكون غايب تلقائيا، بيكون ما موجود كممارسه وكنشاط وكعمل. دي واحد المشاكل الناس لا تدري له. ده من درجين الاساس انه الناس ترجع تفرق بين الحاجتين ده، السياسه ك ك ك ك ك كمنهج سياسة كبرامج، والعمل الثقافي والفكري كشيء مختلف تماما. الشيء الثالث في المسألة دي إنه لازم يكون في مراكز ثقافية. حسي حاليا إننا بس مركز ثقافي نشط، ممكن نسميه مركز النيل الثقافي. مركز النيل الثقافي حاليا ده المركز الوحيد شغاله ونشط ومتحرك، على الرغم انه ما عنده امكانيات لكن متحرك ونشط وشغال على قدر الموجود. ده المركز الوحيد الموجود حاليا، ما شاف اي مركز ثاني خير المركز الموجود ده. معناه ان احنا محتاجين مراكز ثقافيه زياده عشان شنو؟ نقدر نساهم بافكارنا، نساهم بمواهب لنا، نساهم بالقدرات العلمية لنا، عشان بعد ذلك نقدر نحقق القدر المطلوب ونرجع الإنسان الجنوبي المثقف الجنوبي لسيرته الحقيقية وموقعه بتاعه طبيعي، وبعد ذلك يقدر يشتغل للمجتمع ويقدر يمارس مواهب بتاعه بالقدر المطلوب. من جديد مرحب بكم بعد الاستوديو الخارجية، وثاني حنرجع لك ضيف الحلقة. بنشوف من خلال المحطة الخارجية هو قدم حلول، لكن قبل الحلول هو يتكلم عن نقاط. أستاذة ثيم، إنه متغير تحت الظروف الطبيعية والسياسية لها أثر في كتابات المثقفين. هو النقطة الأكثر أهمية في الحديث ده إنه إذا نظرنا لزاوية الكتابة أو زاوية الإسهام المثقفين، بنلقى إنه نحن
اصلا كل المعطيات الظروف اللي احنا مررنا بها هي ظروف عدم الاستقرار السياسي، وانه كل الادب كل الكتاب وكل اسهامات جنوب السودان نشات في الشتات في المنافي، كما نشات الحركه السياسيه في جنوب السودان في المنافي وفي الشتات وفي الدياسبرا. عشان كده تلقى انه الكتابه هي ما اخذ طابع، يعني حتى الكتابه الابداعيه ما اخذ طابع الحرب والتوثيق لذاكره الحرب وسنوات الحرب ومعاناه الحرب. جزء من كبير من هذه الكتابه زي ما قلت قبلك انصرف نحو التعريف بقضيه سياسيه ليس الا، وبنلقى انه في كثير من الاحيان في كتابات ايضا كانت بتحاول تخلق منظور فلسفي لقضيه جنوب السودان، ودي اسهامات مبكره ما بنستثنى منها زول زي بونا ملوال مثلا. يعني في حقبه السبعينات باتفاق لسبب كان في كلام حول الوحده في التنوع في نموذج الدوله السودانيه والحكم الاقليمي وتجربه جديده وكذا، فالناس بدا ياسسوا لتنظير جديد يخلي انه جنوب السودان موقعه شنو في واقع الدوله السودانيه. ايضا اذا كان في عامل عدم استقرار معناه في عامل عدم توفر بنيه تحتيه للكتابه والاسهام والطباعه، ودي الكتابه ظرف اساسي بيحتاج للاستقرار. يعني معناها من خلال كلامك معظم الكتابات كانت يعني لظروف سياسيه، ومع انتهاء الظروف الكتابات دي وقفت؟ بالعكس تماما، هي الكتابات هي بتمر بنفس هذه الظروف لكن بتعبر عن مختلف المراحل، كل كتابه بتعبر عن نموذج مرحله من هذه المراحل. والسياسه هي غدر اساسي بالنسبه للمثقف في جنوب السودان، لانه هو بيلقى نفسه في محيط سياسي وفي تنشئه سياسيه وفي بيئه لا يستطيع ان يتعاطى مع القضايا الا من منظور سياسي، لانه هو ذاته معاد تعريفه داخل منظور السياسي الكلي للسودان، لانه السودان جنوب السودان قضيه جنوب السودان مش لجنوب السودان، الازمه السياسيه خلقت طابع محدد للمثقفين في جنوب السودان، ودي يمكن كان عندها ملامح ايجابيه كبيره جدا انه خلت الناس يتساموا فوق الروابط الاثنيه الضيقه، وخلت انه الجنوبيين يعانوا لنفسهم من خلال رابط قومي اسمه جنوب السودان. ربما اختلفت طرق التعريف بالقضيه في فتره من الفترات، انه في فتره كان في صراع بين هؤلاء المثقفين، وهذا الصراع كان بيعود لانه تباين التيارات اللي هم جايين منها وتباين المدارس الفكريه، النماذج الاشتراكي الراسمالي النموذج الليبرالي، وكده كان في نهضه افريقيه برضه في نموذج مطروح للنهضه الافريقيه والافريكانيزم ومنظمه الوحده الافريقيه، فكانت في تيارات كبيره جدا متصارعه تحاول تاسس لهويه سياسيه لجنوب السودان. عشان كده الحركه السياسيه في جنوب السودان نشات من الحركه السياسيه في المحيط الافريقي، يعني لكن ما تطورت معاه. ممكن نقدر نقول معظم كتابات المثقفين الجنوبيين تميل للسياسه اكثر من اي جانب ثاني؟ مفهوم ان تميل هذه الكتابات الى السياسه، ومفهوم انه هي الكتابات هي نتاج لظرف سياسي، اذا يعني من الطبيعي جدا ان يكون نتاجها هي الاساسي الكتابه السياسيه. قليل من الكتابات كانت تهتم بالابداع، الاهتمام بالنموذج الابداعي كان من القاوين فرانسيس دينج بطريقه اساسيه في طائر الشوم وفي بذرة الخلاص، لكن طائر الشوم بذرة الخلاص في كثير من الناس بيقولوا انه دي هي عبارة عن بيانات سياسية وليست رواية حسب النقاد اللي كانوا تناول هذه النماذج. ايضا جونسون ماينداو كان بيكتب في المسرح والابداع، وبنشوف محاكمة السمك الكبرى نموذج مسرحي يستلهم الموروث التراثي للمجموعة القبلية اللي بنحضر منها الكاتب، لكن كان مهم في الفترة ديك، وكتابات لمثقفة زي أغنيس فوني لاكو في سوداننا برضه كان بتعبر التيمياك وعندنا جاكوب اكول برضو عودة العاصفة نموذج قصصي متميز في الكتابة وعندنا فيكتور لوغالي قرأ طبول الحرب بيتينج درامز اوف اور، وجاء جيل ثاني من حركة التحرير في جنوب السودان، وده قدر يعملوا شغل مميز عمله الأستاذ لورانس كورباني كتابه بتاع مقدمة في أدب المقاومة اللي جمع فيه كل الكتابات الشعرية والأدبية اللي كان مومو يدور لين وكل طلع يعني معناها المثقفين الجنوبيين عندهم كل النماذج بتاعت الكتابات، عبروا عن نفسهم بمختلف أشكال الكتابة المتاحة بمختلف الظروف وأوصلوا أصواتهم بأشكال مختلفة لم تصل إلى السينما مثلا، وصلت الرواية وصلت المسرحية وصلت الأغنية وصلت الكتابة العاطفية وصلت الكتابة الاستمالة السياسية في الشعر الرصين في القضية السياسية. برضو من خلال المحطة الخارجية إلى أي حد أنت ممكن تتفق معه؟ لأنه هو بيقول أنه برضو يعني غياب المسارح والمراكز الثقافية والمنافسات الثقافية برضو لها أثر كبير. ده طبعا برضو كلام ممكن مربوط بالحقبة الزمنية، يعني انت اذا انت الاستقرار المتاح لجنوب السودان كان في الفترة التي عقبت التوقيع على اتفاق لسوا في 72، بعد توقيع الاتفاق لسوا في الحكم الاقليمي جنوب السودان اتاحت له انه تتأسس فيه بنية تحتية
مؤسسات ثقافية رائدة واستطاعت أن تقدم حركة ثقافية مميزة وحركة استطاعت أن تكون جزء من المشهد الثقافي العام في البلد. ولا ننسى إسهامات مركز نياكورن الثقافي اللي تقدم به في زمن نمير عدنان خاشقجي رجل الأعمال السعودي، وسينما زي سينما جوبا، سينما ملكال، مسرح واو. كانت هناك بنية في فترة الاستقرار اللي هي ما تجاوز أكثر من عقد من الزمان. كان هناك حركة موسيقية نشطة في مناطق وفي رومبيك الثانوية وفي في مناطق غرب أرغزال، في مناطق الاستوائية الكبرى، في عالي النيل كانت هناك فرق ومجموعات وأسماء، مثال ريتشارد ماكوبي، أرسل محمد سعيد، أسماء في الموسيقى الحديثة وأسماء متميزة أيضا في الكتابة، جوزيف أبوك كتابة المسرحية. استطعنا يعني نحن كجيل أن نتعرف، والحركة الصحفية في جنوب السودان كانت هي المعيار الأساسي للتعبير عن الكتابة اليومية للمثقفين كتار من جنوب السودان. وهذه لا نستثني منها أسماء مثل السيد الشاعر العظيم أسيرة نايك والجانج في تجربة صاحبة هيريتنج، مع ناس مصطفى بيونغ مجاك وناس أروب مدود أسسوا لحركة صحفية قدمت نماذج كثيرة من ناس جونس الميان ظهروا في التجربة بتاعت هيريتنج وسوداننا، وظهروا فيها ناس سيرناي أول نموذج لشاعر في جنوب السودان معروف، وأيضا كتاباته لم ترى النور، وربما هناك دواوين نشرت في بريطانيا لكن لم تصل إلى القارئ في جنوب السودان. وده النقطة الجميلة اللي تكلم منه، في يعني في مثقفين جنوبيين موجودين بس هم بالخارج. أيضا المؤسسات يعني واحدة من المآسي الحالية التي يجمع يعني لها يعني ضمير المثقف، إنه مركز زي مركز نياكورن الثقافي يتحول لمنشأة تجارية يعني لا يستطيع المبدعين والمثقفين أن يقيموا فيها فعالياتهم، لأنه في يا أستاذ أتم ده حنرجع لها، سينما جيبها اللي تحولت لي دي نقطة حنرجع لها وحنتناولها بصورة يعني دقيقة. مركز نياكورن بس مهم جدا، نطلع الفاصلة الجاي عايزانا مشاهدين نشوف المحطة الخارجية الجاي مع الأستاذ ألبينو ونجي راجعين تاني، تابعونا. الجدل بتاع الدور المثقف في الأمر العام وفي السلطة تحديدا دي جدل قديم، ودي قضية مهمة شديد هنا يتم طرحها في وقت الحالي في جنوب السودان. بعد استقلال حصلت متغيرات كثيرة، والكثيرين من المثقفين اللي كنا عارفينهم كلهم انخرطوا في العمل العام في عمل السلطة تحديدا، والسلطة دي مغمرة على المثقفين بالتأكيد. لذلك كل ما تكون في العمل التنفيذي في السلطة كل ما تبتعد رويدا رويدا من المجال بتاع النشاطات بتاع الثقافية وفي التأثير بتاع المثقف في قرار السلطة. في مشكلة كبيرة إنه طبيعة السلطة عندنا في البلد أغلب المثقفين ما يعني لم يتم تمثيلهم في مراكز اتخاذ القرار، لذلك بتشوف دور عدد كبير من المثقفين دور هامشي ما بكون فيها تأثير، لأن كل ما تكون بعيد من مركز اتخاذ القرار والدولة ذاته ما خات الأهمية للمثقف بكون في مشكلة كبيرة خالص. يعني في مشكلة كبيرة، ما عندنا دور كسينما، ما عندنا مكتبات في جنوب السودان، نشاطات ثقافية حتى مراكز ثقافية ما موجودة، والمراكز البسيطة والنشاطات البسيطة هي نشاطات يعني لا يمكن أن تعبر عن نسبة 1% من قدرات بتاعة المثقفين بتاع جنوب السودان. قاعد نعتقد إنه الحاجة ده دايرة تضافر تجهد من كل قطاعات مختلفة، وأهم دور هو دور بتاع الحكومة نفسه، يعني إنه لو ما في مراكز دراسات، مراكز بحوث استراتيجية في جنوب السودان كما هو الحال حاليا ما يكون في تطور، وما بتقدر تلاحظ دور المثقف، لأنه دور المثقف دائما لما يكون في مراكز دراسات استراتيجية موجودة بتطرح قضايا علمية وبيتم نقاش حوله بشكل ديمقراطي بشكل كبير، يعني يكون في جملة آراء بتسمى رأي فيه ورأي دقيق من المثقفين، وبعدها يتم نقل هذه الآراء عبر هذه المراكز بتاع الدراسات ويتم نقلها للأجسام التنفيذية وتنفيذها لاحقا. في هذا الوقت بتحس انه في دور بتاع المثقف في السلطة، بكون في قرار مدروس والناس فاهمينه، ده قرار بتاع المثقف. الحاجة ده ما موجود هسه، أنا محتاجين انه الحكومة تكون فاهمة الحاجة ده
المثقفين ما يتحولوا للتجار يعني ما يخشوا السوق، يكون دورهم يكون دور فعال، يكون في دور تنشر. يعني جنوب السودان واحد من المشاكل الموجوده فيه كما الناس كلها تعلم، ما في مطابه، ما في مطبخ، وانا ما في وانا قضاه نشر، يكون ما يكون في دور تنشر، ما في نشر، وانا ما في مكتبه مؤهله، وانا الناس ما قاعد تقرا، لانه استيراد بتاع الكتب دي ما مساله بسيطه، وما بخلي زاد يكون في معرض كبير للكتب. لو في دور النشر، لو في مطبع وفي دور النشر موجود، بكون في شراكات مع مكتبات عالمية وناس ممكن تعمل دور كبير للمعرض، ممكن الناس كلها تستفيد منها. كل هذه المشكلات دي من إفرازات بتاع الاستغلال، ودي جزء من مكون مجتمع جنوب السودان، يعني دي جزء من الاهتداء اللي فيها عيوب المفروض الناس تلتفت لها. فدير شغل، دير شغل من كل القطاعات، من وسائل الإعلام، من المجتمع المدني، من الحكومة. لكن أنا شخصيا برجع أن الحكومة دور أكبر، يعني دور أكبر في تهيئة الجو لمثل هذه المسائل. أنا يا هلا بكم من جديد بعد الفاصل مع الأستاذ أبراهام ألبينو، ورجعنا لك تاني من جديد الأستاذ هاتم سايمون. إنه الحاجة بداية عايزين نبدأ إنه شفنا هو بيتكلم وخلفه يعني في جرائد، هل ممكن نقول في مشكلة في القراءة برضو؟ أول حاجة هذه الخلفية جميلة، وممكن شكلت اكسسوار برضو بالنسبة له، لكن القضية إنه وجود هذا الكم الهائل من الصحف يعبر عن وجود معضلة حقيقية. هذه الصحف الكادر الموجود للكتابة هو كادر من جنوب السودان، لكن الصحيفة كلها تمر بعملية طباعة واستيراد واستجلاب من الخارج لغياب المطبعة. أيضا مربوطة بمشكلة تنموية ومشكلة لوجستية كبيرة جدا، إنه يعني إذا كان الإنسان لا يستطيع إنه يتواصل مع الولايات فكيف بالصحف أن تصل؟ يعني أنت ذاتك ما بتقدر تمشي واو ملكال الرنك في الجرائد عشان توصل الجرائد. هذه الصحف هي بتستهدف جمهور محدد من القراء لا تصل إليه. لا تستهدف القارئ في جوبا، فقط تستهدف القارئ في جوبا، في واو، في ملكال، في الرنك، في الراجة، في لكنها لا تصل إليه، فتبقى في انتظاره يعني في معلقة. أيضا المشكلة المغروية زي ما قلت قبلك، إنه هذه التكاليف العالية في الطباعة والترحيل تضع عيب كبير على إنه ممكن القارئ إنه أنت تشتري جريدة بثلاثة جنيه في إنه كان ممكن تشتري بها ثلاثة جرائد مثلا. تغشف السياسة العامة للدولة. أيضا مشاكل كثيرة تتعلق بالصحافة المطبوعة. الصحافة المكتوبة تصل إلى القارئ في أوقات متأخرة جدا، ويكون هو مشى المكتب ولا مشى السوق ولا مشى مغى العمل، ويكون هو تتقى الأخبار من الإذاعة أو التلفزيون أو من الإنترنت، يعني بيصل الكتابات بحاجة إلى هذا الخبر. إذا أنت بتجيب خبر لتغطية اجتماع بينطلق فعالياته الساعة 9، أنت الزول أصلا بيكون يعرف إنه بيكون يعرف إيش الحاصل. فأيضا الأخبار تأتي بعد ما الناس يزاولوا مهامهم ويتلقوا الأخبار من مصادر أخرى للمعلومة، والخبر في جنوب السودان الهاتف بقى وسيلة. يا ودي بغضنا لنقطة تانية اللي هو أستاذ أبراهام هو يتكلم فيه، هو يتكلم في عدم التواصل المشترك يعني بين الحكومة والمثقفين، برضو لها أثر أو دور كبير. أبراهام تطرق لمشكلة وهي مشكلة كبيرة، هي معضلة أساسا. أول حاجة السؤال المثقف والسلطة هو سؤال يعني أزلي وبرضو جدلي، يعني إنه شنو شكل العلاقة ما بين المثقفين والسلطة الحاكمة في البلد. الممثلين في السلطة حاليا هم مثقفين أيضا، ينبغي لا ننسى يعني شخص مثل دكتور سيرين هيتانغ من الناس اللي عندهم إسهاماتهم الكبيرة في الكتابة، لكن السلطة تأخذ بريغ السلطة يأخذ من المرء كل شيء، حتى قوة تفكيره وإمكانية تواصله مع المحيط العام للمثقفين. الحكومة بالنسبة لنا هي بتتمثل في وزارات معنية، نقصد بذلك وزارة الثقافة. وزارة الثقافة لم تستطع إلى الآن أن تنجز خطة متكاملة للعمل الثقافي وخارطة العمل الثقافي في البلاد، ولا تمتلك تخطيط ثقافي، لأن البلد بحالة لا تمتلك برامج مفصل في المدى القريب والمدى البعيد. الحكومة والسلطة كانت يمكن أن تستفيد بتكوين مجلس ثقافي يستمد
قوته من المثقفين عشان كده اصحاب القدرات والكتابات والمتميزين في انهم هم يكون عندهم مجهودات مبكره في تقديم النصح والمشوره للدوله والحكومه وليس بالضروره التمثيل في المقاعد الرسميه. هناك ازمه كبرى تتمثل في انه متى ما تحسس المرء انه هو عنده اسهامات وكتابات يبتدي انه يبحث عن بريق السلطه. وقديما يعني سؤال المثقف والسلطه يعني عبرت عنه بشاعره انا ما بقدر اذكر حقبه زمنيه لكن يعني كان بتقول انه يعني اذا انت ان رمت يعني مجدا لا فناء له فلا تقف عند ابواب السلاطين. كويس يا واقف عند ابواب السلاطين ارفق بنفسك من هم وتحزين. يعني الحكومه بتفكر انه هي المزرعه محتاجه ميزانيه ومحتاجه توظيف وكذا، لكن المزرعه تحتاج الى تشاور وتحتاج الى حوار جاد وتحتاج الى تفكير متبادل ما بين المثقفين وما بين المؤسسات الحكومة في أنه تنشئ مجلس استشاري يستطيع أن يستفيد من قدرات هؤلاء في وضع الخطط العامة بالنسبة للدولة. وبعد ذلك لكن أستاذ التيم سايمون ما ممكن لأنه ما في أرضية مشتركة بتجمع السياسيين مع المثقفين، ما ممكن يكون لها دور وأثر كبير لأنه ما في أرضية بتجمعه. وقيام الأرضية بيعود لأنه المثقف نظرته للأشياء نظرة نقدية. أوكي. النظرة النقدية هي نظرة بالنسبة لنا كمجتمع وده تكوين حديث في الدولة نظرة نقدية بتواجه بكثير من التحفظ. انه انت بتقدم اطروحاتك لكن ينبغي ان تقدم اطروحاتك من غير ما تتناول طبيعة الاوضاع السائدة في 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 المؤسسة المعنية. ومما يوسف له انه مثلا وزارة الثقافة لا تولى اهتمام كبير حتى في التقرير الاداء السنوي بالنسبة للوزارات وما عندها نشاطات ثقافية برضه لا يرد ذكرى لا تنتظم في فعاليات ما في مهرجانات ثقافية لا تتولى عبء العمل مع المثقفين المبدعين لأنه ولا التمثيل في المهرجانات والمشاركات الدولية. والآن حاليا نحن عندنا مجموعة مسرح جنوب السودان هي مبارك قدمت عرض في بنغالور في الهند ومشت يمكن نقول بجهد ذاتي وقبلا فرقة ورباب مشت لمشاركة في هولندا بعون ذاتي وبجهجة كبيرة مما يترك أسى في نفس يعني المرء في أنه يمثل دولته ولكن الدولة في كثير من الأحيان لا تقف إلى جانب المبدع والمثقف مما يضع كثير من الحواجز البينية ويخلي أنه المرة الجاية أنا ما بقدر معناها كل الفرق أو لأنه أنا أحس أنه الدولة المظلة والاعتراف الرسمي وده من الحاجات المهمة لأنه في كثير من المهرجانات بتحتاج لمكاتبات ومباشرة رسمية أنه نحن دارينكم تشاركوا باسم جنوب السودان بعد ذلك يكون في تسهيلات وكده. أيضا المنح والدراسات والفرص المتاحة. أنا سمعت أنه هناك نقاش داير حول إنشاء متحف لجنوب السودان. إلى الآن كل الموروث المتحف في جنوب السودان مشتت ما بين المسرح القومي مسرح الإثنوغرافيا مسارح خارجية في بريطانيا وجزء منها هي في خيمة مهترئة يعني يتناوب عليها الفيران بذاكرة الأمة وأحنا من المشاكل الكبيرة نحن بنعاني منها. فدي ده حديث يعني بيصير كثير من الأزيلة ولكن نتمنى أنه يكون في مؤتمر لتخطيط ثقافي ينتظم ما بين الجهاز الدولة ومؤسسات الثقافية مراكز البحوث والأجسام والهيئات وإذا كان المبدعين بشخصهم وأسماءهم وإسهاماتهم. يا وده بقولنا لنقطة أستاذ أثيم إنه هو يتكلم عن بدي دعوة لكل المثقفين الجنوبيين إنه أتركوا التجارة. هل بمعنى إنه كل المثقفين هم مثلاً فاتوا في مسار تاني غير مسار اللي كنا متوقعين إبداعاتهم؟ قد يكون إنه الكثير من المثقفين نظروا لإنه امتلاك